بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، إلى أن يصل الإمام الشاطبي فيقول: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. اللهم اجعلنا ممن رتل القرآن وسار على نهجه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين. أعزائي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، نحييكم ونقدم لكم الحلقة 17 من برنامج في رحاب القراءات. تكلمنا في الحلقات السابقة عن المدخل إلى القراءات القرآنية 17، وتكلمنا عن الإمام الأول لهذه القراءات وهو الإمام نافع المدني وراوياه قالون وورش، ثم تكلمنا عن الإمام الثاني وهو عبد الله بن كثير المكي وراوياه البزي وقنبل، وتكلمنا عن الإمام الثالث وهو أبو عمرو البصري وراوياه الدوري والسوسي، ثم تكلمنا عن الإمام الرابع وهو ابن عامر الشامي وراوياه هشام وابن ذكوان، وتكلمنا عن الإمام الخامس وهو الإمام عاصم الكوفي وراوياه شعبة وحفص. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الإمام السادس وهو الإمام حمزة الزيات الكوفي. باسمكم أعزائي المشاهدين نرحب بالمشايخ الأفاضل الشيخ الفاضل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم المشداني. نشكركم على قبول الدعوة. الله يحفظكم إن شاء الله. وفقكم الله لكل خير. الله يحفظكم إن شاء الله. السادة المهتمين والمشاهدين يستفادون معلوماتكم القيمة إن شاء الله. والشكر موصول إلى أخي الأستاذ عماد الحسيني. إن شاء الله نسمع آيات طيبة على رواية حمزة إن شاء الله. بداية مع شيخ محمد. شيخ، اليوم وصلنا إلى الإمام السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوته واختط سبيله وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. كما تفضلتم، الإمام حمزة فعلا هو الإمام السادس، القارئ السادس في القراء السبعة وفي القراء العشرة كذلك. وهو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التيمي الزيات. لماذا سمي الزيات؟ لأنه الحقيقة كان يسكن الإمام حمزة مدينتين، يسكن الكوفة سنة ويسكن حلوان سنة، فكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان. حلوان؟ أي. إذا حلوان نسمع أن المدينة المصرية، بس هي ما مدينة مصرية. لا لا، الآن تقع في إيران. إيران. حلوان نعم. تقع في إيران أو في كردستان إيران. نعم. وكان يجلب من حلوان الجوز والجبن إلى الكوفة. يعني كان يشتغل بالتجارة أيضا في الزيت والجوز والجبن، يأتي يعني الظاهر بما قل وندر من هذه المدينة يأتي إليها بذلك. أنا الحقيقة تحققت أين تقع حلوان، يعني فوجدت بين المدينتين، بين الكوفة، الكوفة تقريبا 150 كيلو متر عن بغداد، بين المدينتين الكوفة وحلوان 676 كيلو متر على الخارطة على جوجل. يعني ما شاء الله، هذه الرغبة الشديدة في نشر العلم، كان يقرأ هنا سنة وهنا سنة، ما شاء الله، يعني وله تلاميذ من حلوان ومن الكوفة، الإمام حمزة رحمه الله تعالى. وهو قد ولد سنة 80 هجرية، يعني ما شاء الله، يعني في القرن الأول ولد، وتوفي 156 هجرية، ولهذا أدرك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتقى بهم، التقى ببعض يعني الصحابة، يعتبر من أول التابعين. يعتبر من التابعين، هم طبقة القراء السبعة يعني يكونون من طبقة التابعين أو من أتباع التابعين، يعني الإمام نافع من أتباع التابعين. نعم. يقول قرأت على 70 من التابعين. نعم. إذن هو ماذا؟ نعم. هو من أتباع التابعين. نعم. هو من أتباع التابعين. نعم. كذلك مما يذكر في حمزة رحمه الله تعالى أنه كان بصيراً بالفرائض والعربية. فرائض يعني علم المواريث. نعم. ولهذا يذكر عن الإمام الأعظم الإمام أبي حنيفة النعمان
رحمه الله تعالى كان يقول للإمام حمزة: شيئان سبقتنا بهما يا أبا عمارة، يعني يقصد الإمام حمزة، شيئان سبقتنا بهما يا أبا عمارة لسنا ننازعك فيهما، القرآن والفرائض. القرآن والفرائض، فرائض علم المواريث، الفرائض يعني علم المواريث، فهو متقدم كذلك في هذه القضية. طيب، نجد أن يعني الإمام حمزة يقول: ما قرأت حرفا إلا بأثر، ما قرأت حرفا إلا بأثر. إذن قراءة الإمام حمزة كما سنأتي إلى تفصيل القول فيها لا مطعن فيها لأحد، قراءة ثابتة ما شاء الله، راسخة في الثبوت، ليس فيها مجال للطعن. وإن نقل عن بعض الآئمة أنه كره قراءة الإمام حمزة، ربما يعني لأسباب أخرى أو لما ذكر له من غير اطلاع إلى تفصيل الأمر، وهو ما كان يعني يعلم منزلة الإمام، تفاصيل منزلة الإمام حمزة، فعلى حسب يعني ما نقل له حكم. ما كان هناك تواصل عندهم مثل ما عندنا الآن ما شاء الله بين المشرق والمغرب، يعني تفاصيل دقيقة تأخذها بسرعة. كذلك نفس هذا القول قال من كبار أئمة الحديث الإمام سفيان الثوري، كان يمدح الإمام حمزة ويقول: لله دره، ما قرأ حرفا إلا بأثر. يعني إذن هذا الأمر أثبته لنفسه الإمام حمزة، وأثبته له غيره أيضا من إمام كبير، الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ولهذا كما تفضلتم في مطلع هذه الحلقة قال الإمام الشاطبي: وحمزة ما أزكاهم من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا. ثم يستفصل ويذكر الرواة عنه، روى خلف عنه. ولهذا أيضا من ضمن الشواهد القوية في نصرة الإمام حمزة وقراءته أيضا شيخه، وهذا أعظم يعني التزكية، أن تكون من الشيخ. الشيخ يعني يميز تلامذته، فمن ضمن مشايخه الإمام الأعمش سليمان بن مهران الأعمش. الأعمش يقول: هذا حبر القرآن. الإمام الأعمش كان يقول عن الإمام حمزة: هذا حبر القرآن. سبحان الله، الإمام حمزة صار ضمن القراء السبعة، والأعمش صار ضمن الأربعة الشاذة، ضمن القراءة الأربع الشاذة، وقراءته يعني صحيحة. لكن الذين نقلوا القراءة والذين أوصلوها يعني إلينا بلغت هذا المبلغ، بلغت هذا المبلغ. ولهذا نقل عنه يعني مخالفات كثيرة في رسم المصحف وشابه ذلك، فعدت قراءته شاذة. إذن شيوخ حمزة كثر، من أبرزهم الإمام سليمان بن مهران الأعمش، وكذلك منهم حمران بن أعين، ومنهم أبو إسحاق السبيعي، ومنهم محمد بن أبي ليلى، ومنهم الإمام الكبير جعفر الصادق. ما شاء الله، الإمام جعفر الصادق بن موسى الكاظم من آل البيت، أيضا تتلمذ عليه الإمام حمزة. بركات الإمام جعفر، نعم. نعم. إذن منزلة الإمام حمزة الحقيقة لا مطعن فيها، ولا مجال للشك في علو كعبه ومنزلته في العلوم وفي القرآن بصورة خاصة، وقراءته ثابتة راسخة لا مطعن فيها. وهذا الحقيقة الأمر يعني يشير إليه إمام الأئمة في التاريخ الإمام الذهبي. الإمام الذهبي يقول: كره طائفة من العلماء قراءة حمزة لما فيها من السكت وفرط المد واتباع الرسم والإضجاع، يعني الإمالة وأشياء. ثم الذهبي نفسه وهو يعني حافظ الناقد رد على ذلك بقوله: إن عقد الإجماع بآخرة، يعني بآخر الأمر، على تلقي قراءة حمزة بالقبول والإنكار على من تكلم فيها. إن عقد الإجماع بآخرة على تلقي قراءة حمزة بالقبول والإنكار على من تكلم فيها، فأغلق الباب بالإجماع. ليس هناك يعني، وإجماع الأمة يعني معتبر من ضمن الأدلة الشرعية، الإجماع في أي أمر من الأمور.
فالذي يطعن فيها إذن هو يطعن في إجماع الأمة، يطعن في إجماع الأمة، والإجماع من الأدلة الشرعية الثابتة التي لا ينبغي الطعن فيه. الله يحفظ. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله، بداية طيبة شيخ. نعم. إن شاء الله ننتقل إلى أستاذ عماد الحسيني، نسمع على رواية الإمام حمزة. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إنا قد أوحي إلينا
وتاب وتولي قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطي كل شيء إن خلقه ثم هدي قال ربنا الذي أعطي كل شيء إن خلقه ثم هدي قال ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدي قال فما بال القرون الأولي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم. بارك الله بك عيني أستاذ عماد، ما شاء الله تلاوة طيبة، نسأل رب العالمين القبول إن شاء الله. الشيخ ناخذ فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وبرنامج في رحاب القراءات عن الإمام حمزة الزياد الكوفي. شيخ ما شاء الله سمعنا قبل الفاصل أستاذ عماد الحسيني ما شاء الله قرأ عن الإمام حمزة براويي خلف وخلاد. إن شاء الله
قبل ما نعقب على التلاوة ماله، إذا عندكم شيء على حياة الإمام حمزة تفضل. نعم، بقي يعني ما تكلمنا عن تلامذته. نعم. له من التلاميذ الإمام علي بن حمزة الكسائي، ما شاء الله، وهو أجل أصحابه، يعني الإمام السابع علي الكسائي هو تلميذ الإمام حمزة، ما شاء الله، يعني الإمام حمزة أحد شيوخه. كذلك من أبرز تلاميذ الإمام حمزة الإمام سليم، وهو الذي وصلتنا يعني قراءة الإمام حمزة عن طريقه، سليم بن عيسى البغدادي، وهو أضبط أصحابه، هكذا يقول أهل التاريخ القراء، وهو أضبط أصحابه. ومن ضمن تلاميذه أيضا الإمام إسحاق الأزرق، منزلته في الحديث ما شاء الله متقدم في الحديث أيضا، وهو حسن الحديث، يعني حديث الإمام حمزة أيضا عند المحدثين يعتبر حديثا حسنا مقبولا، يعني الحديث المقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، فحديثه حسن. قال عبد الله العجلي: ختم على حمزة رجل من أهل حلوان، كما قلت سنة يجلس في حلوان وسنة في الكوفة. ختم على حمزة رجل من أهل حلوان من مشاهيرهم، فبعث إليه بألف درهم، فقال حمزة لابنه: كنت أظن لك عقلا، إنا لا نأخذ على القرآن أجرا. ثم بعد ذلك يعني أرجع المبلغ وقال: أرجو على ذلك الفردوس. ما شاء الله، سبحان الله، ما شاء الله، يقول ما شاء أرجو الله على هذا القرآن الفردوس، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يكون على رجائه. وكذلك يعني مما يذكر عن الإمام حمزة يقول: أنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي الماء. يكره أن يشرب الماء من بيت من يقرأ عليه الماء، ما يقبل يشرب، ما شاء الله. أي، ولهذا يعني أي أجر حتى لو كان بسيطا جدا. أي نعم، ولهذا منحه الإمام الإمام الشاطبي أيضا في قصيدته اللامية، هذا من الورع، قال: وليس على قرآنه متأكلة. ما شاء الله، وليس على قرآنه متأكلة. منزلته عظيمة الحقيقة للإمام حمزة. ومن ضمن يعني من ضمن ما أعجبني في ما روي عنه، يذكر الإمام ابن غلبون المقرئ، نعم، يقول عن الإمام خلف بالإسناد، طبعا يرون القصص بالإسناد فهي صحيحة، وحتى أن الشيخ أيمن سويد، الدكتور أيمن سويد، نعم، أيضا ذكرها في عدة لقاءات حفظه الله. يقول خلف: قال لي سليم بن عيسى: دخلت على حمزة بن حبيب الزيات فوجدته يمرغ خديه في الأرض ويبكي، فقلت: أعيذك بالله. فقال: يا هذا، استعدت في ماذا؟ لماذا تستعيذ؟ فقال: رأيت، ثم قال يعني إمام حمزة: رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت، وقد دعي بقراء القرآن، فكنت في من حضر، فسمعت قائلا يقول بكلام عذب: لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن. يقول حمزة: فرجعت القهقرة، يعني يرجع من دون أن يلتفت، هذا يسمى القهقرة. فهتف باسمي: أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعي الله لبيك. فبدرني ملك فقال: قل لبيك اللهم لبيك. الله أكبر. فقلت كما قال، فأدخلني دارا فسمعت فيها ضجيج القرآن، فوقفت أرعد، فسمعت قائلا يقول: لا بأس عليك، ارق واقرأ. فأدرت وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض، دفتاه من ياقوت أصفر، من زبرجد أخضر. فقيل لي: ارق واقرأ. فرقيت، فقيل لي: اقرأ سورة الأنعام. فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ، حتى بلغت 60 آية. فلما بلغت وهو القاهر فوق عباده، قال لي: يا حمزة، ألست القاهر فوق عبادي؟ قال: فقلت: بلى. قال: صدقت، اقرأ. فقرأت حتى تممتها، ثم قال لي: اقرأ. فقرأت الأعراف حتى بلغت آخرها، فأومأت بالسجود، فقال لي: حسبك ما مضى، لا تسجد يا حمزة. من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سليمان، يعني سليمان الأعمش. فقال: صدقت. من أقرأ سليمان؟ فقلت: يحيى. فقال: صدق يحيى. على من قرأ يحيى؟ فقلت: على أبي عبد الرحمن السلمي. فقال: صدق أبو عبد الرحمن السلمي. من أقرأ أبا عبد الرحمن السلمي؟ فقلت: ابن عم نبيك علي. قال: صدق علي. من أقرأ عليا؟
قال قلت نبيك صلى الله عليه وسلم، قال ومن أقرأ نبيي صلى الله عليه وسلم، قال قلت جبريل، قال ومن أقرأ جبريل، فسكت فقال لي يا حمزة قل أنت، فقلت ما أجسر أن أقول أنت، قال قل أنت فقلت أنت، قال صدقت يا حمزة وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن سيما إذا عملوا بالقرآن، يا حمزة القرآن كلامي وما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن، أدن يا حمزة، فدنوت فغمر يده في الغالية يعني التي فيها طيب، ثم ضمخني بها وقال ليس أفعل بك وحدك، قد فعلت ذلك بنظرائك من فوقك ومن دونك، ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يرد به غيري، وما خبأت لك يا حمزة عندي أكثر، فأعلم أصحابك بمكاني من حبي لأهل القرآن وفعلي بهم، فهم المصطفون الأخيار، يا حمزة وعزتي وجلالي لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار، ولا قلبا وعاه، ولا أذنا سمعته، ولا عينا نظرته، فقلت سبحانك سبحانك أي رب، فقال يا حمزة أين نظار المصاحف، فقلت يا رب حفاظهم، قال لا ولكني أحفظه لهم حتى يوم القيامة، فإذا أتوني رفعت لهم بكل آية درجة. ثم قال يعني بعد ذلك له أفتلومني أن أبكي وأتمرغ في التراب. الحقيقة هذه القصة يعني جميلة جدا، القصة عن الإمام حمزة جميلة جدا، يذكرها أبو الطيب بن غلبون وابنه أبو الحسن بن غلبون يرونها بالإسناد. ما شاء الله، نسأل رب العالمين القبول. ومذكورة في تاريخ دمشق لابن عساكر وغيره. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظكم شيخ. نعقب على تلاوة بدقائق. نعم، تلاوة. من ضمن الأمور التي يعني في قراءة الأستاذ عماد، البسملة كانت خفية، كانت سراً. هكذا هو الإمام حمزة يعني يجهر بالاستعاذة ويسر البسملة، هكذا يعني ذكر عنه، فما يجهر بالبسملة وإنما يجعلها سرا. وما شاء الله يعني المدود المتصل والمنفصل ست حركات، ست حركات نعم، والسكتات له أيضا السكتات نعم. وفي آخر الكلمة النقل حينما يقف على المفصول يكون ثلاثة أوجه للراويين، من بعد النقل السكت وعدمه، أو بالعكس إذا يعني اتفقا يقدم عدم السكت. نعم. وعلى الموصول مثل الأرض حينئذ النقل والسكت فقط. ويقول ابن الإمام الجزري ولا أعلم أحدا ذكر عدم السكت في الوقف إطلاقا. هذه قضية مهمة. نعم. يعني الوقف على الأرض، النقل الأرض، الأرض عند حمزة فقط. نعم. فقط. أما الأرض بدون سكت هذا الإمام ابن الجزري لا يعلمه، فهل هناك أحد نقرأ بدون سكت وبدون نقل؟ ما شاء الله ما شاء الله. نرجع إلى أخونا ما شاء الله أستاذ عماد، نسمع إن شاء الله قراءة الإمام حمزة لراويي خلف وخلال، إن شاء الله إحنا حلقات الحلقة القادمة إن شاء الله نأخذ الراوي خلف، وبعد إن شاء الله نأخذ الراوي خلال. نسمع إن شاء الله قراءة الإمام حمزة، تفضلوا عيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون
قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون يا ستار يا لطيف يا رب العالمين ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين
قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا منهم يا الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله، طيب الله الأنفاس يا أستاذ عماد الحسيني، تلاوة طيبة، نسأل رب العالمين القبول إن شاء الله. نأخذ فاصل إن شاء الله ونواصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وبرنامج في رحاب القراءات. اليوم نتكلم عن الإمام السادس وهو الإمام حمزة الزيات الكوفي. نعود إلى شيخنا الشيخ محمد المشهداني. دكتور، سمعنا التلاوة ما شاء الله، شفت أشياء من فرش، يمكن أكو أمور فرشية وأمور في القواعد. إذا عندكم تعقيب عندكم إيش تفضلوا الشيخ. هو يعني القواعد تختلف باختلاف الراويين عنه، خلف وخلاد، طبعا هذه فيها تفصيل، فلعله في الحلقات القادمة يكون تفصيل أكثر. كما ذكرنا يسر حمزة الاستعاذة ويترك البسملة بين السورتين ويضم الهاء من عليهم وإليهم ولديهم. نعم، مثل يعقوب. أي نعم، يضم الهاء من عليهم وإليهم ولديهم. بالنسبة للإدغام الكبير يعني له بعض الأمور مثل السوسي، مثل والصفا الصفا. أي نعم، إذن له الإدغام في ذلك. في بعض الأمور الفرشية أيضا، أتمدونني بمال، يقرأ أتمدونني بمال، أي مد لازم مثقل كلمة مشددة، وصلا ووقفا، وصلا ووقفا في الحالين. كذلك له تفصيل أحكام الإدغام الصغير، في الإدغام الصغير إذ وقد وتأنيث، إيه، فذكر ما شاء الله هنا ورد، يعني قرأ الأستاذ شقوتنا، يمكن شقاوتنا، شقاوتنا أدغم الدال مع قد، دال قد، وأمور فرشية شقوتنا شقاوتنا، هذه من الأحكام الفرشية، شقوتنا صارت شقاوتنا. وكذلك يتميز بالوقف بالتخفيف، تخفيف الهمز، ووردت يمكن كلمة قائلها بتخفيف الهمز بالتسهيل مع المد والقصري، مع المد وقائلها قائلها، أو يتساءلون، أنت أخذت المد ولا القصر، يعني يتساءلون اثنيناتهم وهي التسهيل. نعم. كذلك مما تتميز به قراءة حمزة إسكانها الضمير من بعد الفعل المجزوم، يعني يؤده إليك، وإذا وقف عليها يعني قرأ يؤده إليك، سيترتب عليه أيضا النقل، يؤديه إليك، إسكان بعد همزة، ثم يؤديه إليك بعدم السكت، ثم يؤديه إليك. كذلك نوله ما تولي، نوله ما تولي، ونصله جهنم. كذلك عنده يعني من ضمن هذه بعد الأفعال المجزومة، نؤته منها، نؤته وليس منها، نؤته منها، بالإسكان، كل الهاء. ذلك طبعا فيه الإسكان خفيف، فيقصد من ذلك التخفيف، يعني يكون على هذه الطريقة لتخفيف القراءة، خاصة
وأنه يعني عنده المدود طويلة، فهذه الأمور تخفف الأمور الأخرى التي تتميز بها قراءته. هذه أبرز المعالم، ولا يعني إذا أردنا التفصيل نحتاج إلى تفصيل الرواة. الرواة يعني خلف على حدى وخلاد على حدى. جايين إن شاء الله حلقات القادمة إن شاء الله على خلف وخلاد إن شاء الله. إن شاء الله. بعد الشيخ إذا عندكم شيء على هذه أبرز الأمور. كما قلت يعني تميزت قراءة الأستاذ عماد أيضا ها هنا بالإدغام الصغير ذكر. نعم. وله يعني ما ورد سبحان الله في هذه الآيات التي قرأها، له إدغام الكبير كما قلت وأكدت مثل والصافة الصفة وتخفيف الهمز وقفا، هذا مما تتميز به قراءته. الإمالات بالنسبة للمتطرف يشترك معه الهمز المتطرف يشترك معه هشام. وأما المتوسط فهو خاص بحمزة، خاص بحمزة. كذلك تتميز قراءته بالكثرة الإمالة، إمالة ذوات الياء من الأسماء والأفعال، الأسماء موسى وعيسى. يتفق ويا الكسائي يمكن وخلف العاشر. أي نعم أي نعم غالبا غالبا أحيانا ينفرد، يعني الفعل أحيا إذا سبق بواو أماله حمزة والكسائي فقط، إذا سبق بواو. نعم. أما إذا لم يسبق بواو انفرد به الكسائي. كسائي فقط. نعم. يعني فأحيا فأحيي هذا الكسائي. كسائي. وحمزة يقرأ فأحيا عادي. ولهذا يعني الإمام الشاطبي يقول ولكن أحيا عنهما، يعني عن حمزة والكسائي بعد واوه. ولكن أحيا عنهما بعد واوه، إذا لم تسبق بواو فحينئذ ينفرد بها الإمام الكسائي، ينفرد بها الإمام الكسائي. وورش طبعا تقليل على جميع الحالات، جميع الحالات في ذلك. نعم ما شاء الله. نعم الله يحفظكم. عندكم شيء بعد الشيخ إن شاء الله؟ هذه الـ قلت ما أستطيع أن أتوسع أكثر لأن الرواة الحقيقة يعني قراءة حمزة الآن على حسب ما وصلتنا اليوم تتشكل بروايتي خلف وخلات. بروايتي خلف وخلاد، فحاولنا أن نذكر في هذه العجالة الأمور المشتركة بينهما. نعم. بينهما. نعم. وإلا إذا أردنا خلف فله تفاصيل يعني واسعة خاصة في قضايا السكت في المفصول والموصول وكذلك في بعض الأمور الفرشية. إن شاء الله الله يحفظكم. ماكو شيء إضافة شيخ على حمزة ما شاء الله بارك الله بك. نسمع إن شاء الله ختامها مسك إن شاء الله، نسمع قراءة حمزة لراويه خلف وخلاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا سنوا بالحسن الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ
أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى صدق الله العظيم. ما شاء الله طيب الله الأنفاس والأرواح أخي أستاذ عماد الحسيني، الله يتقبل منك تلاوة طيبة. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الشيخ الفاضل الشيخ محمد المشهداني، نشكركم دكتور، إن شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمة إن شاء الله، ونشكر أخونا الأستاذ عماد الحسيني على هذه التلاوات الطيبة. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله إذا سمح الوقت إن شاء الله، وأنتم أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم في حلقات قادمة من برنامج في رحاب القراءات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.